يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. إن شاء الله بنتم وياكم اليوم لين الساعة 8:30 بمواضيع متنوعة متعددة إن شاء الله تعجبكم في حلقتنا اليوم وتستفادون منها أيضا. والحين برحب بزميلي عبد العزيز. يسعد مساك يا عبد العزيز. يسعد مساك يا مروة ومشاهدينا الكرام، حياكم الله على قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. طبعا دوما المساء ما يحلى إلا مع برنامجنا، صح مروة ولا؟ فعلا صح، ومواضيع متنوعه راح نسلط الضوء على اكثر من موضوع. وطبعا اهم موضوع يا مروه ومشاهدين الكرام اللي هو انتخابات المجلس الوطني. انطلقت اليوم الثلاثاء عمليه التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي راح تستمر ثلاثه ايام عبر 9 مراكز رئيسيه محدده على مستوى الدوله، بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 اكتوبر. وطبعا أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة، بدءا بإجراءات التعرف على شخصية الناخب قبل الإدلاء بصوته، مرورا بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها. فعلا تجري عملية التصويت الإلكتروني على 4 خطوات للتصويت الإلكتروني، حيث تبدأ الخطوة الأولى بإدخال الناخب بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في جهاز قارئ الهوية، مع مراعاة عدم سحب بطاقة الهوية حتى الانتهاء من عملية التصويت، ثم يتم ضغط زر اضغط هنا. وفي الخطوة الثانية ستظهر للناخب شاشة صور مرشحي الإمارة التي ينتمي إليها، ويمكنه اختيار مرشح واحد فقط من بين المرشحين، وأيضا يستطيع اختيار المرشح من خلال طريقتين. الأولى هي اختيار المرشح من خلال إدخال رقم المرشح، والطريقة الثانية من خلال الضغط على صورة المرشح. وإذا اختار الناخب التصويت من خلال رقم المرشح فما عليه إلا إدخال رقم المرشح اللي يرغب في اختياره، ومن ثم الضغط على زر تأكيد. فإذا أدخل رقما خاطئا فيمكنه التعديل من خلال الضغط على زر مسح، وفي حال أكيد إدخال رقم ليس ضمن قائمة المرشحين فإنه سيختفي تلقائيا لإعادة الإدخال مرة أخرى. طبعا يا مروة ومشاهدي الكرام، وفي حال اختار الناخب التصويت من خلال اختيار الصورة فما عليه إلا الضغط على صورة المرشح الذي يرغب في اختياره، وللتنقل بين الشاشات يتم الضغط على زر اللاحق، وللعودة لشاشة صورة المرشحين السابقة يتم الضغط على زر السابق. في الخطوة الثالثة وبعد اختيار المرشح ستظهر للناخب شاشة اعتماد التصويت التي تحتوي على صورة المرشح الذي يتم اختياره فقط، وعلى الناخب التأكد من اختياره ثم الضغط على زر التصويت أو التراجع للتعديل من خلال الضغط على زر تعديل التصويت طبعا. أما الخطوة الرابعة والأخيرة فستظهر للناخب شاشة تفيد بأنه قد أتم عملية التصويت بنجاح، وبعد ذلك يمكن للناخب سحب بطاقة الهوية من جهاز قارئ الهوية، ويتمتع نظام التصويت الإلكتروني بخصائص تجعله أفضل من نظام التصويت التقليدي كما نعلم، أي التصويت عن طريق بطاقة الاختراح، وأهمها سهولة استخدامه من قبل الناخبين والكفاءة والسرعة، حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها أكثر كفاءة وأقل أخطاء، حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين أخطاء عند الإدلاء بأصواتهم ضئيلة جدا. وأيضا مشاهدينا فيما يخص تصويت أصحاب الهمم، أفادت اللجنة الوطنية للانتخابات أن المادة 38 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 تجهيز لعضو الهيئة الانتخابية الناخب الذي لا يرغب أو لا يعرف القراءة أو الكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أن يبدي رأيه بأكيد شفاهة وبشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أو لأحد أعضائها الذي يفوض رئيس اللجنة، وذلك وفقا لنظام التصويت المتبع. الجدير بالذكر أن التصويت في الانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 يتم من خلال عدة إجراءات تنظيمية تتضمن إتمام عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم بطريقة صحيحة، وفي مقدمتها التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة اللي ينتمي إليها، على أن يتم التحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية
للهوية والجنسية فقط اللي سيتم تأشير عليها بمؤشر التصويت الإلكتروني، وبعد تمام عملية التصويت لن يبقى على الناخب سوى الخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين، فيحق له حضور عمليتي الاقتراع والفوز أيضاً. نعم، كل التوفيق للمرشحين، وهذا عرس انتخابي نتمنى التوفيق لهم جميعا إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله. طبعا حلقة اليوم فيها مواضيع متنوعة ونعرف فيها أكثر عن التطورات المتعلقة بالسرطان عافانا الله وإياكم، وأيضا يوم الطفل العربي، وعدنا مهرجان المستلزمات الزراعية، وانتخابات المجلس الوطني لعام 2016، وعندنا اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكمال الأجسام مع مدراء الدوائر الحكومية. فعلا، وشو بنبدا مواضيعنا لحلقه اليوم؟ نبتدي طبعا بمواكبه كبيره جدا للتقدم الذي احرزت دوله الامارات عموما واماره الشارجه بوجه الخصوص يا مروه مشاهدينا الكرام، طبعا لوجه وضع حد لمرض السرطان عافانا الله وياكم في الشفاء من خلال الابحاث التي اجرتها بالشراكه مع منظمات معاهد بحثيه دوليه متخصصه، ونظمت الاسبوع الماضي جمعيه اصدقاء مرضى السرطان في الامارات العربيه المتحده ملتقى التطورات المتعلقه بالسرطان. نعم، وأيضا للتعرف على المزيد من التفاصيل ويانا الحين عبر الهاتف سعادة سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان. هلا مرحب فيك. أهلين، حياكم الله. حيات معكم الله. دكتورة سوسن الماضي، أنا مدير العام. يا هلا حبيبتي، نورتينا. خبرينا عن أبرز المواضيع اللي تمت مناقشتها في هذا الملتقى. طبعا في البداية أحييكم، شكرا طبعا لتلفزيون الفجيرة على تواصلكم الدائم معنا في جميع برامج جمعية أصدقاء مرضى السرطان. كان أحد طبعا أهداف الجمعية طبعا هو دعم البحث العلمي، وطبعا اللي تم في 2016 عن طريق افتتاح مختبر الشارقة في مركز فرانسيس كريك للأبحاث الطبية في العاصمة البريطانية لندن. ومنذ ذلك الحين طبعا وقعنا اتفاقيه مع مركز مع الجمعيه البريطانيه للابحاث، طبعا منذ هذاك الوقت ونحن طبعا يتم نشرف على الابحاث التي تدار في هذا المختبر. طبعا يت زياره الوفد من بريطانيا بناء على دعوه من عندنا لعرض احدث ما توصل اليه مختبر الشارقه في العاصمه البريطانيه، وايضا تبادل الخبرات في احدث ما توصل اليه مجال بحوث السرطان داخل الدوله. نعم. كان المنتدى طبعا هذا يعتبر نسخته الاولى، وحبينا ان يقتصر طبعا على طلبة الماجستير والدكتوراه وأيضا المختصين في مجال البحث العلمي، لذلك تم تنظيمه طبعا بالتعاون مع مركز الأبحاث في إمارة الشارقة، وطبعا في والتعاون مع كلية الطب وأيضا جامعة الشارقة. نعم. البروفيسور طبعا رائد البحث أو طبعا رئيس الباحثين في مختبر الشارقة في العاصمة البريطانية لندن هو البروفيسور جوليان داونورد. والبروفيسور جوليان طبعا هذا متخصص في ابحاث السرطان، يعني عنده ابحاث كبيره في هذا المجال. نعم. وطبعا عرض على الحاضرين في المنتدى عن اخر تطورات الابحاث اللي كان يقوم بها، واللي هو الكشف عن جينة معينه طبعا، واللي هذه الجينة اللي طبعا فحصها في المختبر واثبت ان طبعا لها اذا تم طبعا اكتشاف علاج لهذه الجينة ممكن ان يقضى على سرطان الرئه. جميل. طبعا في هذه المرحله تفضل كنا نبي نعرف شو عن تشخيص الاورام لدى مرضى السرطان اللي هم للاسف يكون المتقدم يعني في جسدهم. طبعا احنا دائما في الجمعيه يمكن عن طريق طبعا مبادرات عديده مجتمعيه دائما ندعي ان المجتمع دوله الامارات ان يفحص يعني الفحص المبكر، وندعو بمجال التوعيه لان هذا جدا مهم، لان الفحص المبكر معناه اكتشاف المرض بصوره مبكره، وفي نفس الوقت طبعا يعني العلاج طبعا يكون اسهل واسرع للمريض، وطبعا فرص الشفاء تكون وايد عاليه. نعم. فاحنا لازلنا طبعا يعني ننادي بنفس الشيء هذا، للاسف في كثير حالات يعني تصل الى المستشفى او تصل الى الطبيب او تم اكتشافها بصوره متاخره، وللاسف هذه الحالات لا زال يعني الطب عاجز عن شفائها بصوره
يعني عادة شفاءها تماما. في بعض الحالات بعض الأمراض اللي هي متقدمة في درجات الرابعة قدر بعض اللي هي مثلا سرطان الثدي في درجة رابعة قدر الطب أنه يسيطر على المرض، لكن للأسف ما في شفاء. لكن مثلا سرطان الثدي اللي الحين طبعا احنا في شهر أكتوبر، كل شهر أكتوبر وأنتم بخير، اللي هو شهر التوعية العالمي في سرطان الثدي. سرطان الثدي إذا اكتشف بمراحلة الأولى، يعني المرحلة الأولى الثانية أو حتى المرحلة اللي ما قبل الأولى، بتكون طبعا نسبة الشفاء، أنا أتكلم عن شفاء يعني ما في سرطان، بنسبة 98%. ممتاز. نعم. دكتورة سوسن، خبرينا هل هذا الملتقى هو انطلاقة للجمعية لينزيد من التعاون مع المنظمات والمعاهد البحثية الدولية المتخصصة؟ هذا سؤال جيد، لأن إحنا كجمعية أصدقاء مرض السرطان طبعاً إحنا عندنا شراكات وايد عالمية يعني، ودائماً مهم عندنا أن إحنا نتبادل خبرات، يعني في وايد خبرات عندنا إحنا محلية لاقت اهتمام عالمي كبير مثل القافلة الوردية، مبادرات أخرى أيضاً مجتمعية، وفي نفس الوقت إحنا نحب أن إحنا دائماً نطور شراكاتنا المستقبلية هذه، والشراكات مع مش بس مع مراكز البحوث العلمية ولكن مع جمعيات مشابهة مثلنا عالمية، أيضا الاستخدام طبعا أفضل ما توفر إليه آخر في ها. الصوت يقطع دكتورة سوسن. هو أول مبادرة لنا في مجال عمل منتديات أو مثلا اجتماعات على هذا المستوى، يعني يمكن إحنا في 2015 أيضا نظمنا المنتدى العالمي للأمراض غير المعدية وفي دورة الأولى، وفي 2017 في دورة الثانية، وإن شاء الله إحنا في صدر تنظيم المنتدى في دورة الثالثة إن شاء الله العام المقبل إن شاء الله. فوايد عندنا اهتمام في هالشيء، لأن يمكن إحنا معروفين أو الناس تعرفنا أن إحنا أوكي نساعد مرضى السرطان، نوفر لهم علاج، نوفر لهم الدعم النفسي والمعنوي، وأيضا نهتم في المجتمع بالتوعية الصحية والكشف المبكر، ولكن موضوع المناصرة، موضوع تبادل الخبرات، موضوع البحث العلمي، هذا أيضا وارد على أجندة عمل الجمعية، وإن شاء الله ما يكون هذا آخر منتدى أو في يعني ممكن يكون في نسخ أخرى مقبلة بإذن الله. يعني إحنا نأمل أيضا أن نشرك مزيد من العقول الشابة المواطنة في دولة الإمارات في مثل هذه المنتديات، لأن فعلا احنا يد واحنا ما تتقف، يعني احنا عندنا عقول ممتازه وجهود ممتازه وتقنيات، يعني يمكن حتى بشهاده الاطباء اللي كانوا زايرين من بريطانيا يقولون انتم ما شاء الله عندكم في مختبراتكم البحثيه افضل ما توصل اليه العلم، ولكن صحيح. احنا ينقصنا يمكن الاعداد، يعني احنا نبي نشوف مرضى اكثر، نبي نشوف يعني بحوث علميه اكثر، فاحنا نكمل بعض، يعني سواء كان مختبر الشارقه في العاصمه البريطانيه لندن او اي مركز بحثي في دوله الامارات، المفروض انه فيه يكون تعاون وتكمله لما بداه الاخر، بحيث ان احنا ممكن ان شاء الله يعني نختصر الوقت في اكتشاف علاج ناجع ان شاء الله باذن الله لمرض السرطان. صحيح باذن الله. دكتوره سوسن جعفر، رئيس مجلس اداره جمعيه اصدقاء مرضى السرطان، يعطيك العافيه ويجزيكم كل الخير يا رب، والله يعافي ويشافي الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيك العافيه. ملتقى شارجة السابع للبحث المسرحي نظم في إطار مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة صباح أمس الاثنين في دورته الثامنة في مركز الثقافي بمدينة كلباء. شو يا عبدالعزيز؟ حيث يا مروة ومشاهدينا الكرام، استضاف الملتقى هذه السنة ثلاث باحثين نالوا أخيرا شهادة الدكتوراه في اختصاص المسرح. خلينا نشوف ياكم هذا التقرير. سعدت وتشرفت أني أنا كنت محاضرة ومشرفة في الدورات اللي هي الترتيبية ما قبل هذا المهرجان، كانت في عدة ورش تدريبية منها الإخراج ومنها التمثيل والسينوغرافيا والدراماتورج، وأنا سعدت وتشرفت أني أكون مشرفة ورشة التمثيل. شيء جميل جدا ان انت تشوفين حصاد هذا النجاح لطلبتك متجسد على خشبة المسرح، شيء جميل جدا، مواهب جميلة. وانا هني احب اشيد في يعني ابونا الحاني الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يعني حكومة الشارقة ودائرة الثقافة وإدارة المسرح على إتاحة هذه الفرصة للشباب والهاوين.
سعدت برؤية مجموعة من العروض الشابة المبشرة بالخير. وميزة المهرجان أنه عبارة عن محترف أو مختبر لتدريب الشباب على عناصر الحرفة المسرحية كالتمثيل والإخراج والديكور والإضاءة، ويندرج يعني ضمن التدريب والتعليم هو إطلاع الشباب على الأبحاث الأكاديمية من خلال الملتقى الفكري للمهرجان. وشارفت بالمشاركة بورقة بحثية قدمت فيها ملخص لرسالتي للدكتوراه عن تحليل النص السيميائي يسري الجندي نموذجا، وهو كاتب مصري مشغول نوعا ما بالمسرح السياسي والتراثي واستلهام شخصيات مثل عنترة وجحا وعلي الزيبة، وتناولت نصوصه من خلال منهج معروف اسمه المنهج السيميائي يشتغل على علامات النص المسرحي كالفضاء كالزمان المكان الفعل الدرامي إلى آخره. حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. طبعا قبل لا أروح لموضوعنا أنا حاب أسأل مروة، تحبين الأطفال ولا؟ خوفتني يوم قلت بسأل مروة، خفت. ليش؟ بس أحب الأطفال. تحبين الأطفال؟ أكيد أحب الأطفال، لأن الأطفال أكيد كما وصفهم البعض أنهم ملائكة الله على الأرض بسبب نقائهم وطيبتهم وبراءتهم. أكيد في أي طفل أنا يعني أحيانا أحبهم أحيانا لا، الإزعاج أكيد كلنا ما نحبهم بس خلاص يوم يصيحون صح؟ لا بس هم أصدقائي طبعا. أكيد. طبعا الطفل هو البنية الأولى في المجتمع، ويصادف اليوم الموافق الأول من أكتوبر يوم الطفل العربي. وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذا اليوم نقطة لانطلاق والدفع الأساسية التي تحرك أمتنا العربية نحو الوفاء باحتياجات الطفولة ومتطلباتها. والحين بنرحب مشاهدينا بالدكتورة معالي كمال حسن المستشارة الأسرية، بنتحدث عن أهمية هذا اليوم. يا هلا مرحب فيك دكتورة معالي. أهلا وسهلا، شكرا لكم على الاستضافة. خبرينا أكثر عن هذا اليوم، يوم الطفل العالمي، وأهمية الاحتفال أيضا بهذا اليوم طبعاً العربي. أكيد أهمية الاحتفال باليوم لدور الطفل، يعني كأنه إحنا بنعزز دور الطفل، دوره الفعال وقدراته ومشاركته، وحتى يحس حتى لرفع معنويات لروح رفع روح المعنوية، يشعر أنه له دور فعال مستقبلا في المجتمع. جميل. طبعا أنا ومروة ونحب الأطفال، أنت لازم دكتورة معالي تحبين الأطفال ولا ما تحبين الأطفال وايد؟ أكيد. إزعاجهم صعب، كيف نستحمل الإزعاج؟ إزعاجهم هو دلالة على الذكاء، دلالة على إنه هم عندهم قدرات كامنة بداخلهم. بس الإزعاج أحيانا أنا ما أستحمله، شو عنك مروة؟ أنا أستحمل، عندي صبر وأتحمل الأطفال. أظن النساء غير عن الرجال، صح؟ أكيد هذا أيوة. والحل الإزعاج إنك أنت تشغلهم بشيء تاني، لأنه ما بنقدر نعاقبهم أو نفرض عليهم عقوبات بشيء. جميل. فأحسن حل إنه إحنا نشغلهم بشيء تاني قدر الإمكان. نعم. طبعا الطفل له حقوق، اليوم بنشوف حال الطفل العربي من الحقوق اللي موجودة، حقوق الطفل. طبعا المنظمة اليونيسيف عملت حقوق للطفل، منها حقه في النماء، وحق عنده حقوقه الاجتماعية، وحقه في التعليم، وحقه أنه ينمو في بيئة طبيعية، وأنه يصبح له دور فعال في المجتمع مستقبلا. ودولة الإمارات العربية المتحدة من الدول يعني التي يحتذى بها في هذا المجال، ففعلا في مجال التعليم وأيضا مجال حماية الطفل تركز اهتمام كبير على حماية الطفل ونموه الطبيعي. دكتورة معالي، شو التحديات اللي تواجه الطفل العربي في هذه الأيام؟ التحديات اللي تواجه الطفل العربي هي الاستقلالية. الاستقلالية هي كان بدأها في البداية، كان في تطور الطفل لإريكسون، هي بتبدأ من الطفولة. والمشكلة إن الطفل العربي هي تبدأ عنده ناقصة من الطفولة
وبتبتدي معاه لمرحلة الشيخوخة. فإحنا عندنا في مجتمعنا العربي في اعتمادية كبيرة جدا، اعتمادية على الآخر، وظهرت هاي الاعتمادية في الأمراض الجسدية والنفسية، لأنه صار كل واحد حاسس أنه أنا لازم أنا أكون معتمد على الآخر، أنا لازم أعيش دور المريض عشان أنا أروح للدكتور، أنا مريض نفسي لأنه بنتي ما بتحبني، زوجتي ما بتحبني. فما صار في عدم تكون للذات، ما في صار اكتشاف للذات عنا. التعليم ما زال التعليم محور إحنا لسه مهتمين فيه وبنلقي عليه الضوء، ويومياً إحنا بنغير فيه. وبالرغم من النظريات اللي توضعت من علماء النفس سابقاً، إحنا ما زلنا إلى الآن ما قادرين نتفق على نظام تعليم موحد جميع، يعني في الحكومة وفي الخاص وفي كل الدول، إحنا يعني في كل دول العالم ما قدرنا إنه نقول هذا هو النظام الأفضل، إنه يتفجر طاقات هؤلاء الأطفال وإنه إحنا اللي لازم نتبعه. جميل. لو نتكلم اليوم عن دور الأسرة العربية في نشأة الطفل. الأسرة العربية لها دور كبير ودور مهم، وما يزرع يعني ما يتم في الأسرة هو عبارة عن تغذية الروح وترسبات في العقل الباطن، يصعب إنه إحنا نزيلها بالمستقبل. والأسرة أهم حاجة تفهم إنه في فرق بين ما بيستقبله الطفل واللي هو بيفهمه. نعم. والسبب إنه نفس ما ذكرنا، ممكن الطفل يكون مشاغب، ممكن يكون بيخرب، ممكن إنه يتلقى الضرب، بينما هو إنه عنده روح الاكتشاف وروح التعلم وروح. فإحنا يعني لازم كتير نصبر. نعم. وحتى إذا بنلجأ للعقاب لازم يكون إنه تسحب شيء محبب أو إنك تكافئ، هاي المكافأة إنك تكافئ أو تسحب، بس إنه like إنه الضرب أو العقاب. وبعدين الطفل مرات ما بيسمع، إحنا كمان لازم نفهم، مثلاً أنت تقول له ما يضرب أخوك، ما تضرب أخوك أكثر من مرة، بس بيستمر. فالطفل يلي ما بيقدر ياخذ الاوامر لانه ما بيقدر يفكر فيها ويحللها، فممكن نعم. تلاقي انه بيعمل نفس الخطا، انك تبعد الحل نفس ما قلنا، تبعده او تشغله بشيء ثاني. نعم. يقال دكتوره معالي، يقال بان في الغرب نحن نحارب، نحن ندعم الفاشل حتى ينجح، وفي العرب يقال بان نحن نحارب الناجح حتى يفشل. مدى اهميه ان نحن فعلا ان ندعم الطفل الفاشل علشان ينجح؟ لأنه في بعض الأحيان ممكن الطفل يكون مبدكي، الطفل ممكن يكون فعلا فاشل في الدراسة، كيف نقدر ندعمه ونغرس هذا الشيء فيه علشان فعلا أنه يصبح شخص ناجح في حياته؟ أيوة، أهم شيء أن نحن نعرف لا في فاشل لا في معاق، في كل إنسان في نقطة، حتى في الأعمى في يقدر يستخدم السمع، يقدر يستخدم اللمس. ففي كل طفل ما نقدر نقول له فاشل، حتى لو فشل في هالموضوع هو يقدر يسوي في شيء ثاني. وفي حتى القدرات بالدماغ، في حتى قدرات خلقية، سبحان الله، إنه هو هذا الإنسان لميول في هالشيء. فلازم نفهم ونوقف هاي الألقاب أكيد، وإننا نحاول نكتشف مهاراتهم وين وإنها هي تنميهم وننميها. صحيح، ممتاز. هي ذكرت نقطة حلوة ممكن نحن نأخذها من الغرب، لكن أنا عندي نقطة، هي اليوم نشوف بعض الأطفال متعلقين ببعض العادات وبعض التقاليد اللي هي موجودة عند الغرب وما تناسب مجتمعنا ولا قيمنا، فكيف هذه تؤثر على الطفل؟ أيوة، هي في جانب إنها ممكن ما تؤثر على مجتمعنا، بس في نقطة تانية كمان جميلة، إنه ألبرت بندورة قال إنه في نظرية التعلم، نظرية التعلم الاجتماعي، يعني إنه طبيعي إنه إحنا بنتعلم من بعض، حتى إنه إحنا بنتعلم من بعض عشان ننمي روح الانتماء. يعني ممكن نلبس نفس الزي مثلاً، هذا إحنا كأنه بنقول لبعض إحنا ننتمي لبعض، فبيكون في نوع من التقليد، التقليد طبيعي. ونفس ما قلت يا ريت لو نغير التقليد الغرب للتعلم الاجتماعي، لأنه أنا ما حبيت هالكلمة، شفتها في النت كتير، فهذا شيء طبيعي. بس الطفل لازم ينمو، إنه لازم يخلي الطفل يتوصل لإنه عنده نمو أخلاقي ونمو معرفي. كان كمان اتكلم عنها العالم كالبرت، إنه فيما بعد المعرفة إنه هو يقدر يميز، ما يتلقى كل شيء إنه جاه من الخارج. حتى العلم والتعلم لازم يكون عنده القدرة على إنه يكتشف الصح من الغلط، الحقيقة من الوهم، لازم يكون عنده قدرة على حل المشكلات، لازم يكون هو يوصل لهالمرحلة من النمو الأخلاقي. التفكير أيضا والتحليل. أيوة، والتفكير والتحليل. صحيح. ساعتها إحنا بنمنع، بس هو طبيعي التقليد. صحيح. دكتورة، علاقة الطفل العربي بالمنظومة التربوية شو رأيك فيه؟ المنظومة التربوية يعني حالياً اللي إحنا بنشوفه أي أن الطفل يا قل تحصيله بالمدرسة، يا أنه قاعد يهرب من العلم والتعلم، صار أنه هو هروب. ليه؟ يعني صار فيه ثغرة، فإحنا لازم نحل هاي الثغرة، أنه إحنا نكتشف يعني مهاراتهم، وإن إحنا ننميها، وأنه يمكن العالم بياجيه هو أكتر عالم يعني تكلم عن أنه في يعني كل طفل عنده مرحلة معينة من النمو السلوكي والنمو المعرفي، فلازم إحنا نراعي قدراتهم، نحببهم، ننمي فيهم روح انه يحبوا العلم والاكتشاف. هذا يعني من الاشياء اللي تواجه المنظومه التربويه الى الان.
طبعا أنا سألتك عن دور الأسرة في نشأة الطفل، لكن أنا أبغى أتعلق في هذا الموضوع، أبغى أذكر نقطة معينة. في بعض الأسر للأسف الشديد، وهذا موجود عندنا في العالم العربي، مسألة القمع أو حالات القمع للطفل، إنه ما ينفع أنت تسوي كذا وكذا، ما ينفع تروح. هذه كيف تأثر على الطفل وعلى أحلامه وعلى طموحاته؟ أول شيء تخليه معتمد اعتمادا كبيرا على الأبوين وعلى الحوالية، تخليه عاجز في كل شيء، في كل شيء هو تخليه عاجز، وتخليه يعيش دور الضحية إلى الأبد. وصراحة أغلب المجتمعات العربية هي عايشة دور الضحية فعلا، الضحية النفسية وإن هي الضحية الجسدية، وإنه هي ما قادر إنه يعني فعلا تصل. فهاي المشكلة، فعلا هاي مشكلة حقيقية، مشكلة إنه القمع. فإحنا لازم نغير أسلوبنا، الكلمات تكون أفضل ممكن، أحيانا يكون القمع وتغيير طريقة التربية أيضا، لأن التربية القديمة غير اليوم، والأطفال تغيروا طريقة تفكيرهم تغيرت. فأنا أحس إن المفروض إن القمع وعدم خلينا نقول أن الاهتمام برأي هذا الطفل ورغباته من ممكن أن يأثر سلبا على هذا الطفل بمستقبله أيضا. أيوة، بس الحمد لله إحنا قلة ثقة بنفسه، إحنا ما زلنا في تطور. إحنا لو نقارن زمان أيام الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، إحنا عموما العالم كله في تثقف، في تثقف، وصار اهتماماته أنه حقوق الإنسانية وحقوق بعض، عكس يعني أيام هتلر. لا أنا ما يعني لو نرجع عشرات السنوات إلى الوراء والعشرين سنة وراء، ممكن نشوف التربية مثل ما ذكرت مروة تختلف عن الوقت الحالي. قبل يمكن البيئة كانت قاسية، لكن ما يعني بس الحين ما ينفع، الولد خلاص صعبة. ولا كان ينفع سابقا أتوقع. لا عادي كنا، أنا أعتقد أنه مروة كانت طفولتنا قاسية. كانت طفولتنا قاسية، بس يمكن إحنا وجدنا في ناس تقدر على فكرة تتغلب. ما كان الوعي الموجود اليوم. أيوة. أظني ما كان في هذا الوعي المنتشر اليوم، إنه في طريقة التربية ودكاترة نفسيين وطريقة التربوية الصح. دكتورة، أنا أكثر شيء عيبني يوم قريت عن موضوع أن لا تكسرون أجنحة أطفالكم بمقارنتهم بالآخرين. يعني العديد من الأمهات يفكرون أن يحفزون الأطفال أن تشوف فلان أشطر عنك، تشوف فلان أذكى منك، فهو هذا الشيء أنه من الممكن أن يأثر سلبا على الطفل، ممكن ما يقدم، لأن كل طفل يعني طريقة فهمه وأيضا استيعابه للأمور غير عن الآخر، ومتفاوتة بين طفل وآخر. خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، تأثير السلبي. أيوة، هذا التأثير السلبي حتى مجتمعيا، يعني صار هو بدأ من الطفل وصار في المجتمع، تلاقي إن الأغلب في روح التنافس، روح العدوانية، يعني نما أشياء سلبية في المجتمع عموما. نعم. اليوم لو نتكلم عن رؤية دولة الإمارات في تخصيص يوم الطفل، نحن في يوم الطفل العربي لكن في يوم الطفل الإماراتي، اهتمام دولة الإمارات بالطفل. جميل جدا أن تهتم الدولة بيوم الطفل، فعلا يخليه يشعر بمكانته، يشعر بدوره الفعال. فرائع جدا أنه يكون في يوم للطفل الإماراتي. نعم. خبرنا أكثر يوم الإمارات. يعني الإمارات هي مخصصة يوم للطفل الإماراتي. فعلا للطفل الإماراتي. صحيح، يوم الطفل الإماراتي. خبرنا عن الدور المحوري للدولة دكتورة معالي. صراحة دولة الإمارات نموذج فعلا محتذى به، عاملين مجلس الشورى للأطفال، فده هو بنمي إنه قدراتهم على إنه لهم دور، وينموا شخصيتهم بطريقة رائعة جدا. دولة الإمارات كفلت حقوق الطفل جميعا، ومنها قانون وديمة يحفظ حقوق الطفل. أيوة. نعم، شكرا لك دكتورة معالي كمال حسن، مستشار أسري، نورتينا. ونقول لكل طفل عربي يوم سعيد، وكل عام وهو بخير إن شاء الله. آمين. شكرا لك. الحين نروح وياكم لمهرجان كلبة للمسرحيات القصيرة، اللي يختتم في دورته الثامنة بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلبة، واللي أكيد استمر لمدة 4 أيام متتالية ابتداء من تاريخ 24 ولين تاريخ 30 من سبتمبر 2019، بحيث حصلت مسرحية لير ملك النحاتين على جائزة أفضل عمل متكامل في المهرجان، وحصلت مسرحية مدن من رماد على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. أنا سعيد جداً لأني خضت هذه التجربة، وهذه نقطة مهمة، وحتى انعجبوا فيها أعضاء لجنة التحكيم اللي جو من دول أخرى، إنهم ما يجون يحكمون شباب، بل إنهم يشوفون معاهم شاب أو موهبة من بين الشباب في هذا المهرجان. وهذه نقطة ثانية مهمة لتأسيس شاب
واعي حتى من ناحية التحكيم، وأنا سعيد جدا وفخور، وفعلا يعني استفدت بحر كبير من ناحية هذه التجربة. هذا المهرجان بالنسبة لي أهم مهرجان هو في الدولة، وأتمنى أن يستمر، لأنه فعلا هو ينجب طاقات جميلة من كافة العناصر، سواء بالإخراج أو التمثيل أو السينوغرافيا. وكنا نعاني من يعني نحس الحركة المسرحية عندنا ما تنجب، لكن هذا المهرجان أنا أوعد أي فنان يحب مصلحة المسرح الإماراتي أن هذا المهرجان راح ينجب طاقات بالعشرات. حصلنا على أفضل عرض متكامل عن مسرحية لير ملك النحاتين من تأليف وشكسبير وإعداد الأستاذ حسن يوسف وإخراج أخوكم سعيد الهرج. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن نحن اليوم نحصد على أفضل عرض متكامل. المنافسة كانت جدا قوية في هذا المهرجان، في هذه الدورة بالذات العروض كانت جدا قوية، فالحمد لله لك يا رب، توفقنا وأخذنا أفضل عرض متكامل. شكرا تلفزيون الفجيرة، شكرا إدارة المهرجان على هذه الفرص المتاحة لنا كهواة حابين المسرح وشغف المسرح. الحمد لله نحن أخذنا جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن مسرحية مدن الرماد في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة. الحمد لله نحن جدا سعيدين بتواجدنا في هذا المهرجان، واللي فعلا طورنا بعد مرحلة المسرح المدرسي، ونتمنى نحن نكون في الدورات السابقة بجوائز أفضل إن شاء الله، ويكون عروضنا متماسكة أكثر يا رب. اليوم أخذت جائزة أفضل ممثل بعرض انتظار جودو إخراج راشد دحنون، وهي مشاركتي الثانية بالمهرجان كلبة للمسرحيات القصيرة. حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا بما أن الشتاء قرب ونحن دخلنا في أكتوبر، في خبر يهم اللي يزرعون واللي يحبون الزراعة. تنظم هيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية للعام الثاني على التوالي مهرجان المستلزمات الزراعية في مركز الخبيصي بمدينة العين، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر 2019. طبعا يشارك في المهرجان 15 شركة من أبرز الشركات المختصة بالمستلزمات الزراعية. وبنتعرف على التفاصيل أكثر ويانا الحين عبر الهاتف المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم هيئة أبو ظبي الزراعة والسلامة الغذائية. يا هلا ومرحب فيك. مرحبا وسهلا، مساكم الله بخير. خبرنا أستاذ عن المهرجان والهدف منه. بالنسبة للتنظيم لهذا المهرجان مثل ما ذكرتي على العام الثاني للتوالي، يصب في جهودنا وبرامجنا كهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية في دعم قطاع الزراعة بشكل عام بشقه نباتي أو حتى الحيواني. نحن هدفنا الرئيسي أن نشجع المزارعين على تبني أفضل ممارسات الإنتاج، والهدف الرئيسي طبعا المظلة الرئيسية هي استدامة هذا القطاع الحيوي والمهم لنا في الدولة بشكل عام وفي أبو ظبي بشكل خاص. لكن أيضا كذلك هذا المهرجان اليوم نحن نحاول من خلاله نقدم حزمة كبيرة من المدخلات الزراعية وتكون بأسعار تنافسية. نحن لله الحمد الآن مقبلين على بداية هذا الموسم الزراعي في دولة الإمارات، وبالتالي نحاول أيضا كذلك أن نستغل تواجد هذه الشركات كقطاع خاص، نقوم بعمليات تمكين لهذا القطاع الخاص، يكون في شراكة حقيقية وتواصل مباشر بينهم وما بين المزارعين بشكل عام، يحصلون على العروض، يحصلون أيضا على التخفيضات اللي موجودة لمواد الإنتاج، وهذا بحد ذاته راح ينعكس إن شاء الله على توسع المزارعين في العمليات الزراعية. وأيضا كذلك نحن كهيئة يعني نستغل هذه التظاهرات اليوم، بحكم أن الهيئة كانت عبارة عن اتحاد لثلاث مؤسسات مؤخرا تقريبا أقل من 4 شهور، نحن طلعنا بحلة جديدة، ونحاول أيضا من خلال هاي المحافل أن احنا نعرف بدورنا وخدماتنا نقدمها، وما ننسى طبعا دورنا الإرشادي، بيكون في مستشارين موجودين ومهندسين إرشاد أيضا بيقدرون إن شاء الله يقدمون خدمات إرشادية للزوار. ممتاز. أستاذ ثامر، شو هي القيمة المضافة لمثل هذه الفعاليات طبعا، وشو هو العائد منها على المزارع؟ شوف نحن اليوم أعتقد في المقام الأول لابد أن نأكد على أن دور المزارعين ومربي الثروة الحيوانية دور رئيسي فيما يتعلق بترسيخ منظومة الأمن الغذائي والحيوي في الدولة.
وبالتالي اليوم قد ما قدرنا أن نحن ندعم هذه الفئة اليوم من خلال تقديمنا للخدمات وتسويق منتجاتهم الزراعية، لا شك أن هذا بيكون لعائد اقتصادي عليهم وعلينا، لكن لتعظيم هذا العائد مهم جدا أن نحن يكون في عندنا إيمان كلي بجودة المنتج المحلي، وبالتالي نعمل كلنا جاهدين، قطاع خاص زائد المزارع زائد الجهات الحكومية، بأن يكون هذا له قيمة تنافسية في السوق المحلي، وأيضا كذلك للمستهلكين أنهم يدعمون إن شاء الله بحكم أنه منتج طازج. نعم، أبرز المواد الزراعية اللي يمكن المزارعين الحصول عليها من خلال هذا المهرجان؟ بالنسبة لنا نحن في عروض كثيرة إن شاء الله راح تكون موجودة، لكن كثير من على سبيل المثال البذور راح تكون موجودة، الأسمدة، المواد البيطرية، مستلزمات الإنتاج الزراعي بشكل عام والحيواني، المواشي، الدواجن أيضا راح تكون موجودة ومتوفرة في الميدان، بالإضافة لمثل ما ذكرنا كل ما يتعلق بالنشرات التوعوية أو الإرشادية أيضا بتكون، وهدفنا طبعا أن نحن نعطي الممارسات الصحيحة اللي تكون قبل الحصاد وما بعد الحصاد على أساس أن نقلل عمليات الفقد للغذاء. نعم. جميلة، حمسنا للمهرجان، إن شاء الله نمر ونزوركم. يا مرحبا بكم والله تشرفونا، ونحن بعد ترانا في الهيئة نحب اليهال، فحياهم الله يتعلمون شيء جديد عن الزراعة ويستديمون إن شاء الله. خصوص اليهال يوم الطفل العربي، بس بيخلص لينيكم إن شاء الله. كل عام بخير، كل أيامهم سعادة إن شاء الله تعالى. شكرا لك ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم هيئة أبو ظبي للزراعة والسلام الغذائية، شكرا لك. أهلا وسهلا، حياك الله، الله يحفظك. طبعا من الزراعة نروح لدبي، ويعود أسبوع دبي للاستثمار بنسخته الخامسة تحت شعار الاستثمار في مدينة المستقبل، وتسلط فعاليات أسبوع دبي للاستثمار الضوء على ما تزخر به إمارة دبي من آفاق واعدة للاستثمار من خلال التعريف بفرص الاستثمار الحالية والمستقبلية. وأيضا تشير الدراسات الاقتصادية لدبي إلى أن من المتوقع أن تصل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 2.1% في العام الحالي. خلونا نتابع ويا بعض هذا التقرير. دبي أطلقت عدة استراتيجيات تتعلق بالمستقبل في عدة سنين الماضية، وكان الهدف هو أيضا رفع قدرات الاقتصاد المحلي ليكون مواكب لتطلعات الحكومة بما تنظر إليه من تهيئة للمستقبل. الهدف أيضا أن تكون دبي إحدى المدن السباقة. هناك العديد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة مثل التنكس ومثل مؤسسة دبي للمستقبل ومثل الدائرة الحكومية المتعلقة بالحكومة الذكية، لذلك يجب أن نتعامل بشكل واقعي مع تطلعات الحكومة، ولتنفيذ أجنداتها يجب أن نرفع أيضا مستوى وعي رجال الأعمال والمستثمرين. طبعا قانون الاستثمار الأجنبي من أهم أهدافه أن يستقطب استثمارات إلى دولة الإمارات، وتلك الاستثمارات لها قيمة إضافية لاقتصاد الدولة، تساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي للدولة، وتنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الدولة، إضافة إلى أن تلك الاستثمارات تساهم في توظيف قوى عاملة داخل الدولة، تضمن تنويع الاقتصاد للدولة والاستثمار في قطاعات جديدة. طبعا هناك القانون تعامل مع الاستثمارات الأجنبية لزيادة فعاليتها وإضافتها النوعية لاقتصاد الدولة، فاعتمدنا سياسة التدرج في الانفتاح في القطاعات الاقتصادية، بدأنا ب 120 قطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وبعد ذلك بمراحل قادمة سيتم فتح قطاعات أخرى. أي حركة اقتصادية، أي نشاط، أي مؤتمر تستضيف دولة الإمارات في أي إمارة راح يعطي انطباع ومعلومات عامة عن باقي الإمارات ومدى تسهيلات تقدمها دولة الإمارات، لأن في نهاية اليوم هذه منظومة اتحادية موحدة والسياسات موحدة، فبالتالي هناك ترويج لباقي الإمارات الغير مباشرة.
فأسبوع دبي للاستثمار أو أسبوع أبو ظبي للاستثمار أو في أي حركة اقتصادية في الفجيرة. هذه نوع من التوعية على مدى إمكانيات توفرها دولة إمارة العمية بشكل عام وكل إمارة بشكل خاص. بداية حلقتنا لليوم نوهنا بأن اليوم الموافق 1 من أكتوبر هو فترة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019 وتستمر لغاية الخميس المقبل 3 أكتوبر. طبعا اسمحوا لنا بنرحب بضيفنا المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن إمارة الشارجة الأستاذ مهير علي هويشل الخاطري مرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2019 لإمارة الشارجة. أهلا وسهلا فيك نور. حياك الله يا عبد العزيز. الله يسلمك. خلينا نرحب فيك أستاذ ونسألك أول شيء، أنت ركزت في أحد محاورك برنامجك الانتخابي على الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء والقيادة له، حدثنا أكثر عن هذا المحور. نعم، أول أشكركم على استقبالكم واستضافتي في هالبرنامج. واجبنا. طبعا أنا كولي أمر دائما أفكر في مستقبل أبنائي، فكيف أني أقدر أربي الجيل القادم وأعزز فيهم في المحافظة على هويتهم الوطنية وأعزز فيهم ولائهم وانتمائهم للوطن هذا. طبعا الهوية الوطنية هي محصلة لثقافة وقيم وسلوك وعادات وتقاليد متوارثة من الماضي والحاضر والمستقبل. طبعا إذا ما حفظت عليها هذه اللي هي طبعا هي كل هذه المحصلة تكون مشتركة بين أفراد المجتمع الواحد ويتميزون فيها ويحافظون عليها بحيث أن تميزهم عن بقية المجتمعات ما حولهم. نعم. الآن المواطن الإماراتي يتميز عن شقيقة من الدول المجاورة العربية، مجرد ما يتحدث معاك أنت تعرف أن هذا إماراتي أو من أي دولة خليجية مجاورة. صحيح. طبيعي. كيف الآن نحن نقدر نحافظ على الهوية هذه في الأجيال القادمة؟ طبعا الآن العالم كله متأثر بما يعرف بالعولمة، والعولمة منها اقتصادية ومنها ثقافية اجتماعية. نعم. نحن الآن بما يخص الهوية الوطنية نحن نتكلم العولمة الثقافية هذه أثرت على معظم دول العالم، فما بالك نحن مجتمع خاصة الدول الخليجية اللي هي تعتبر ذات الكثافة السكانية القليلة واللي افتحت بابها لاستقبال ثقافات من كل دول العالم. نعم. الآن نحن في دولة الإمارات دولة المحبة ودولة التسامح، تستضيف بما يعادل 200 جنسية، معناته نحن عندنا 200 ثقافة دخلت علينا نحن. طبعا هذه بتأثر على النشء على الأجيال القادمة. صحيح. فنحن فعلا نواجه تحدي حالنا حال دول العالم إذا ما حافظنا، كيف نحافظ على هويتنا الوطنية الإماراتية؟ إذا هناك عندنا من المسؤول عنها وكيف نقدر نحافظ عليها؟ أنا أعتقد الأسرة هي جهة واحدة من الجهات المسؤولة اللي هي تربي الأبناء في البيت. نعم. لكن في شق آخر على المؤسسات الحكومية الأخرى اللي هي متمثلة مثلا في وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع. نعم. أعتقد هذا الوزارتين كجهتين رسميات أعتقد عليهم دور كذلك كبير. نعم. فيما هي المحافظة على الهوية الوطنية. نعم. أستاذ مهير، تناولت في محورك الثاني موضوع تعديل المعاشات للمتقاعدين بما يتماشى مع أكيد الغلاء في المعيشة، خبرنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، بما يخص موضوع المتقاعدين، أنت تعرف الإنسان بعد ما يتقاعد كل شيء
يتغير في حياته إلا راتب التقاعد. هذا اللي يثبت وربما ينقص يقل. بينما تكاليف الحياة فهو كائن حي موجود في المجتمع يحافظ على بقائه ووجوده في المجتمع، عنده عائلة، عنده مصاريف، الحياة من حوله متغيرة، تكاليف الحياة كل ما ياها في ازدياد وفي قلاء. والتقاعد يعتبر تكريم له من الحكومة بناء على خدمة قدمها للوطن. فلذلك نحن أنا أنظر إلى راتب المتقاعد كيف يمكن أن نحافظ على الراتب هذا ما يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية، منها اللي هو التضخم، قلاء المعيشة. كيف؟ نحن نعرف أن المعدل التغير والتضخم السنوي تقريبا نفرض أنه 2%. إذا كان 2% نفرض أن واحد متقاعد براتب 10,000، خلال 10 سنوات بمعدل تضخمي 2%، خلال 10 سنوات كم بتصير نسبة التضخم؟ 20%. 20% من راتب 10,000، إذا الراتب بيصبح القوة الشرائية للراتب تعادل 8,000 درهم. أضف إلى ذلك الضريبة اللي دخلت، الضريبة 5% على راتب 10,000 معناتها 500 درهم بيدفع. إذن الآن أصبح راتبه يعادل 7,500 درهم. صحيح. نحن كيف نقدر أن نعدل راتبه هذا ونرفعه للمستوى أن يحافظ على نفس المستوى، نفس القوة الشرائية؟ أنا أنظر لهيئة المعاشات أعتقد أنها تنظر من هالمنظور، أن كيف أن عمل تصحيح للقوة الشرائية لراتب هذا المتقاعد بحيث أنه ما يتأثر. جميل. في المستقبل تحدثت عن توطين الوظائف في القطاع العام والخاص. نعم. كيف يعني ممكن يكون؟ بما يخص ملف التوطين، أنا صراحة أريد أستغل هذا المكان لأتقدم بالشكر لحكومة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تبنيها خلال هذا الأسبوع يوم الأحد الماضي في اجتماعها، تبنت ملف التوطين واتخذت قرارات الصراحة الحمد لله مفرحة، وأهني شعب الإمارات على هذا الإنجاز. طبعا الكل سمع عن ما القرار اللي اتخذ وهو توفير تقريبا 20,000 وظيفة للمواطنين خلال 3 سنوات القادمة في كل مجالات، سواء في الاتصالات، في الطيران، في التأمين، في كل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. كذلك توفير تدريب بما يعادل 18,000 لتهيئتهم للعمل في القطاع الخاص، تخصيص صندوق بقيمة 300 مليون درهم لهذا البرامج. طبعا هذا الشيء مفرح. أنا اليوم تسألني عن رأيي في التوطين، أقول أعتبره من الماضي الحمد لله، فضل الله تعالى وفضل حكومتنا الرشيدة. أحدى المحاور ضمنت محور تفعيل البطاقة الصحية الإلكترونية الموحدة للمواطنين على مستوى الدولة، خبرنا أكثر عن هذا المحور. نعم، هاي الفكرة طال عمرك جت بما نحن في دولة تعتبر من الدول المتقدمة في مجال استخدام تقنية المعلومات، ونحن الحمد لله حكومتنا تعتبر حكومة استثنائية خاصة في استخدام التقنية. نعم. والذكاء الاصطناعي. إذا نحن مقدمين على نقلة نوعية. نعم. فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي، فأرى من الضرورة أن من أجل الحصول على العلاج والخدمة المتميزة وبأقل التكاليف، أن يصبح ملف كل مواطن في بطاقته وفي هويته في الهوية الوطنية. نعم. بحيث أنه وين ما يروح يكون ملفه حاضر معاه في أي مستشفى، سواء قطاع خاص أو حكومي. هذا طبق بشكل محلي كما أعتقد يعني. أنا أتمنى أن يتعمم على كل مواطن في الإمارات إن شاء الله، لو وأن يشمله التأمين الصحي الشامل. فعلا. هني بيصير في وفرة كبيرة. على سبيل المثال الآن نحن القطاع الخاص يعني أشوفه في نوع من الاستقلالية، وأنه تحول إلى نوع من التجارة، فيجب أن لا تكون صحة الناس في أيدي، أنها تصبح إذا دخلت التجارة في العلاج وفي الصحة أعتقد بتفسده. فلذلك يجب أن على الحكومة ووزارة الصحة أن تضع يدها وأن توجه
القطاع الصحي في الاتجاه اللي يخدم المواطن ويوفر على الحكومة مبالغ طائلة. أستاذ مهير، لو بشكل سريع تقدر تتكلم لنا عن، قلت إنشاء هيئة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة ديون المواطنين. نعم، طبعا مشكلة الديون هاي مشكلة كبيرة كبيرة وما تنتهي من المواطن نفسه يعني. طبعا هناك في عوامل كثيرة قد يكون المواطن سبب فيها، ولكن نحن كيف نوجد لها الحلول المثالية؟ أنا أرى الآن دواوين أصحاب السمو والحكام هم الجهة المتبنية، دائما تلقاهم هم السباقين في مساعدة كل مديون. نعم، لكن نحن بنوجد لها آلية بحيث أن تكون في هيئة رسمية تتولى هذا ويكون لها مصادر دخل دائما من القطاع الخاص، ومن ثم توجد حلول دائمة للقضاء على هذه الظاهرة. ممتاز جدا، شكرا لك أستاذ مهير علي هويشل الخاطري، مرشح لعضوية المجلس الوطني للاتحاد 2019 إمارة الشارجة. فلك التوفيق. يعطيك العافية ونورتنا. أشكركم. رقم الترشيح شو؟ 547 547. كل التوفيق لك إن شاء الله. شكرا. مشاهدين الكرام، فاصل بعد راح نواصل، خلوكم يانا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. قبل لا نتكلم عن الحدث الرياضي الكبير اللي راح يصير في الإمارات وبالتحديد في إمارة الفجيرة، تعرفين الحدث الرياضي هذا مروة ولا؟ أنا سمعت شيء عن كمال الأجسام. فعلا صح؟ الحمد لله البطولة العالم كمال الأجسام راح تكون في الفجيرة. نعم، وهي أول مرة تكون في دولة الإمارات. أنا بسألك، أنت اليوم خبرتني أن أنت ياس تروح الجيم، شجعك هذا الموضوع؟ بس الحين لازم. زين، موضوع كمال الأجسام وهذا هو اللي بشكل احترافي بعيد أوصل له، بس إن نروح نشوف أنا وياك إن شاء الله. طبعا اجتمع الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام مع مدراء الدوائر الحكومية والمحلية بإمارة الفجيرة للاطلاع على آخر استعدادات الدائرة والمؤسسات الحكومية لنجاح بطولة العالم لكمال الأجسام بالفجيرة. بنتعرف على المزيد من التفاصيل ويانا الحين في الاستديو الأستاذ خليل معروف، مدير عام بطولة العالم لكمال الأجسام في الفجيرة. هلا مرحب فيك. أهلا فيك، الله يسلمك يا رب. خبرنا عن اجتماع الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الامارات لبناء الاجسام مع مدراء ودوائر والمؤسسات الحكوميه في الفجيره. الاجتماع كان اجتماع تنسيقي بين الدوائر الحكوميه في اماره الفجيره، الدوائر المعنيه، القياده العامه لشرطه الفجيره مع المنطقه الطبيه ودائره الاشغال والدفاع المدني. كان الاجتماع طبعا استعرضنا فيه جميع خطط اللجنه المنظمه لاستضافه الوفود، وفي نفس اللحظه تامينهم وتوفير كل سبل الراحه لهم، يعني بحيث انه ما يكون في اي تقصير من ناحيتنا، من ناحيه من دوله الامارات او من اماره الفجيره بالاخص. واستعرضنا في الاجتماع جدول الفعاليات كله من تاريخ 5 وتاريخ لحد تاريخ 10 اللي هو الفتره، طبعا فتره الفعاليه اللي بتكون موجوده. والحمد لله رب العالمين، جميع الجهات ادت استعدادها وكانوا على يعني تنسيق عالي جدا بين بعضنا وبين اللجنه المنظمه وبين هذه الجهات. الحمد لله. جميل. أهمية هذا الحدث بالنسبة للجنة العليا المنظمة لبطولة بناء الأجسام. الحدث بشكل عام، حدث استضافة دولة الإمارات لبطولة العالم لبناء الأجسام، هذا حدث كبير أساسا يعني. طبعا صار في تنسيق مع كثير جهات على مستوى الدولة، بس مش مع مستوى إمارة الفجيرة. بالنسبة لنا طبعا راح يكون في أكثر من 120 دولة أو 130 دولة مشاركة. وكان عندنا اجتماع يوم الجمعة في دبي مع نائب رئيس الاتحاد الدولي. نعم. شرح بعض التفاصيل الخاصة في الموضوع. حدث كبير في إمارة الفجيرة، طبعا حدث خاص في دولة الإمارات بالأخص وفي إمارة الفجيرة يعني على وجه الخصوص. نعم. 120 دولة تستضيفها دولة إمارة الفجيرة، حدث كبير جدا، طبعا محتاج تنسيق وتعاون من جميع الجهات، جهة واحدة لا تقدر أنه تقوم بهذا العمل. نعم. دعم موجود الحمد لله من سمو شيوخ في إمارة الفجيرة، وحتى على مستوى دبي، الاتحادات، على مستوى حتى شركات الطيران الحمد لله، يعني توفقنا مع الجميع بإذن الله. نعم. بالملخص كلمة لا ما شفناها من أي جهة الحمد لله رب العالمين، أو صعب كلمة ما حصلناها أو ما سمعناها من أي جهة كان تم التواصل معها. نحن دوما نقول أهلا بالجميع في إمارة الفجيرة. صحيح. هذه المدينة الجميلة أهلا صحيح. فيها. صحيح. خبرنا أكثر عن موضوع اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لبناء الأجسام، واللي أكيد كان في اجتماع كونغرسي واللي انعقد في إسبانيا.
في اسبانيا احنا حضرنا في بتاريخ 11 نوفمبر سنه 2018 اللي هو قدمنا فيه ملف دوله الامارات العربيه المتحده، كان في اجتماع الكونغرس كان بحضور تقريبا 97 دوله. طبعا الاجتماع هذا بيشمل الانتخابات لرئاسه الاتحاد الدولي وتشمل نائب رئيس الاتحاد الدولي واعضاء المكتب التنفيذي. احنا حضرنا هذا الاجتماع وقدمنا فيه ملف دوله الامارات العربيه المتحده، والحمد لله كان ملف موفق، اشتغلت عليه اكثر من جهه. وطبعا اللي استعرض الملف سعادة الأخ محمد عبيد بن ماجد رئيس اللجنة المنظمة مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد، وقام بشرحه بطريقة مفصلة للجميع ولا استحسان من جميع الدول، والحمد لله رب العالمين تم التصويت بشكل كامل وإجماع كامل، وكانت الرغبة حتى من الوفود. طبعا هم عارفين دولة الإمارات وعارفين شو الإمكانيات الموجودة في دولة الإمارات، وكانت في منهم كتير رغبة إنه حابين يزوروا دولة الإمارات لأنهم بعدهم ما زاروها، وإن شاء الله تكون فرصة طيبة لهم في بطولة العالم إنه يشوفوا دولة الإمارات ويشوفوا شعب دولة الإمارات. فأهلا وسهلا فيهم. طبعا حدث رياضي كبير راح يكون في الإمارة، لكن أمانة يعني ممكن بطولة كمال الأجسام ما لها شعبية كبيرة، لكن الفجيرة متعودة أنها تستضيف رياضات مثل هذه، يعني دوما بدعم سيدي ولي العهد ومتابعة قريبة جدا سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي. لو تحدثنا عن الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة، نشجع الناس انهم يروحون يشوفون. بخالفك بشوي برأي بسيط، لعبه بناء الاجسام ثاني لعبه بعد كره القدم لها شعبيه، ومثل ما قالت الاخت انك انت كمان عم بتروح على الجيم في الوقت الحالي صحيح، بس غار من الجسمين صحيح، فكل الناس بتروح على الصالات ان كانت جميع الفئات اللي هي رجال او نساء. لعبه بناء الاجسام ما تشترط فقط على بناء الاجسام، تشمل اللي هي الفتنس والفيزيك والماسكولار، وطبعا احنا بنسميه الماسكولار فيزيك، لها كثير فئات موجوده. ما تشمل انه لازم الشخص يكون ياخذ سبليمنتس او ياخذ امور مثلا حتى تضخيم الاجسام، لا، لها شعبيه كبيره. احنا عملنا فعاليات مصاحبه لبطوله العالم لانه احنا على حسب الجدول اللي هو اتفقنا عليه مع الاتحاد الدولي انه فعاليات البطوله بتخلص الساعه 5 العصر، فمن بعد الساعه 5 العصر حبينا نشغل الناس بامور طيبه يعني تكون كويسه ومفيده لهم. طبعا نسقنا مع نادي السيارات، نادي شارقه مع السيارات الكلاسيكيه راح يكونوا موجودين، نادي السيارات المعدلة، دخلنا بعض الفعاليات للأطفال. طبعا وزارة التربية والتعليم لهم الشكر الكبير صراحة، خاصة في منطقة الفجيرة النطاق 3 والنطاق 4، لأنه راح يقدموا أوبريت جميل جدا في افتتاح البطولة. عملنا كافيه خاص لبطولة العالم بيستعرض كل الفعاليات اللي بتكون موجودة. الكافيه هذا طبعا هو معمول من اللجنة المنظمة ليجمع الناس ويجمع المنتخبات والجنسيات المختلفة، إنه بيقعدوا مع بعض تعارف، وفي نفس اللحظة يكون في يعني مجال استعراض شو اللي حدث خلال فترة البطولة في نفس اليوم. احنا عندنا يوم 7 هو اليوم الرئيسي صراحة احنا نتكلم فيه لبطولة الفجيرة. يوم 7 راح يشمل اجتماع الجمعية العمومية وراح يصير فيها انتخابات. عندنا بعد اجتماع الجمعية العمومية اجتماع الفرق واللجنة الفنية. بعدها راح يكون في تسجيل للاعبين واوزانهم وفرزهم على فئاتهم، وعندنا حفل الافتتاح الكبير راح يكون الساعة 7 مساء ان شاء الله. حفل الافتتاح فيه فعاليات جميلة جدا راح إن شاء الله ترضي جميع الأذواق زي ما بيقولوا. عاملين أوبريت حلو جميل جدا مع وزارة التربية والتعليم بخمس لغات اللي هي اللغة العربية والصينية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية ما شاء الله، راح يعرضوا إن شاء الله. وطبعا في حفل دخول الأعلام، طبعا ما راح نفوت في تفاصيل كثير، لا أنا أبغى أعرف تفاصيل عن الأنشطة والفعاليات لهذه البطولة بشكل مفصل. طيب احنا بالنسبة لنا أول شيء زي ما اتفقنا أنه يوم 5 راح يكون وصول الوفود وأعضاء المكتب التنفيذي، تاريخ 6 راح يكون في عندنا اجتماع المكتب التنفيذي الخاص فيهم اللي هم بمهدوا فيه لاجتماع الكونغرس. اجتماع الكونغرس راح يبدأ الساعة 8:30 الصبح ويخلص على الساعة 12:30 الظهر. هذه فعالية. الفعالية الثانية راح تكون طبعا من الساعة 3 للساعة 4:30 اجتماع اللي هو مسميه التكنيكال مانجرز ميتنج مع الاتحاد الدولي، بيستعرضوا فيه شروط البطولة والقوانين، لأنه احنا في عندنا قوانين في دولة الإمارات طبقناها ما موجودة في بطولة العالم بالنسبة لموضوع اللباس، لبس تبع اللاعبين، دخلنا في وزن 60 كيلوغرام وهو أساسا مش موجود، بس لأنه الدول الآسيوية والبطولة أقيمت في قارة آسيوية أصرينا على إقامة وزن 60 كيلوغرام، لأنه بتعرفي بالنسبة الصين الفلبين أوزانهم خفيفة. نعم. طبعا راح يستعرضوا جميع قوانين البطولة. الأوزان هي تكون الأوزان ويا الأوزان مثلهم صح؟ صحيح. أوكي. بنقسمهم على فئات، كل 60 كيلوغرام من كل الدول بيشاركوا في نفس الفئة. وبيبدأ عندك تخيلوا 60 ويا 100 مثلا ما يصير، احنا عندنا التقسيم راح يكون انا مستغرب من ثقافه مروه، يعني ملمه في اللعبه، يمكن كان تلعب وياهم ولا شيء. نعم صحيح، احنا عندنا على فكره زي ما تفضلوا الجميع انه كان جمهور لعبه بناء الاجسام في جمهور عنصر نسائي كبير في البطوله. نعم.
طبعا عاملين اكسبو في صاله المجمع زايد الرياضي، في شركات راح تعرض منتجات وفي راح يكون عروض موجوده من الشركات الراعيه. بالاضافه عندنا راح يكون حفل الافتتاح في نفس اليوم. طبعا حفل الافتتاح راح يكون تمثيله كبير جدا على مستوى عالي جدا، تم التنسيق مع جميع الجهات اللي ذكرتها اخوي في بدايه المقابله. راح يخلص حفل الافتتاح الساعه 8 المساء. ثاني يوم راح تبدا البطوله من الساعه 9 صباحا للساعه 5 العصر متواصل على فتره واحده. راح يصدف انه يوم الجمعه، فاحتمال ناخذ بس ساعه بريك بالنسبه لموضوع صلاه الجمعه. طبعا راح يتم تكريم الاوزان مباشره، ما راح نجمعهم، يعني كل ثلاث اوزان الابطال مالهم راح نكرمهم مباشره. في اليوم اللي هو 9 راح يكون بطوله اللي هو الفيزيك والماسكلر احنا نسميهم، اللي هم بياخذوا الطول مع الوزن. راح كمان نفس الشيء باذن الله نكرمهم مباشره. راح يكون في حفل العشاء احنا نسميه جالا دينار وتوزيع الهدايا التذكاريه بيننا وبين رؤساء الوفود. وفي نفس اللحظه راح يتم الاعلان عن الدوله المستضيفه لعام 2020، لانه راح يصير في انتخابات في اعضاء مجلس في اجتماع الكونغرس، تحديد الدوله المستضيفه راح يستعرض الملفات اللي موجوده ان شاء الله. جميل. وباذن الله بنكون خلصنا ان شاء الله. ان شاء الله. وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه اللي وكلت لنا باذن الله. بلا شك يعني انتم قدها، وان شاء الله راح يكون حدث رياضي بارز في على مستوى الخليج العربي. لو نسألك عن المنتخبات اللي يعني اقوى المنتخبات اللي ممكن تشارك والانظار تتوجه لها. صدقا يعني المنتخبات كلها على مستوى عالي، لما تيجي دوله بتشارك في منتخبها طبعا بتكون ماخذه نخبه اللاعبين في الدول هذه. طبعا احنا نستعرض المنتخب الصيني راح يكون مميز، المنتخب الامريكي مميز في هذه اللعبه لانه هي لعبه امريكيه اساسا، فراح طبعا عندهم فئه كبيره. منتخب الامارات ان شاء الله راح يكون مميز جدا، ما راح اعطي كثير تفاصيل عن منتخب الامارات لانه بعطيها لمدير المنتخب ان شاء الله. في اسماء عندنا راح خمس اسماء راح اذكر لك اياهم، هم اساسا حتى احنا نسميهم الجيل القديم. راح يكون معنا محمد الزحمي ان شاء الله، وهو اساسا حاصل على بطوله العالم قبل السنه ومعروف كابتن. وطبعا محمد الزحمي غني عن التعريف على مستوى دوله الامارات يعني ما شاء الله عليه. عندنا احمد المدني راح يكون مشارك، عندنا عبد الله مبارك سنان راح يكون موجود من اماره الفجيره، عندنا طبعا ايوب راح يكون موجود، عمار الخنصوري راح يكون موجود. هذول الأسماء طبعا لامعة جدا في لعبة بطولة بناء الأجسام في دولة الإمارات. نعم. طبعا المنتخب الإماراتي راح يكون مشارك في أكثر من 40 لاعب، راح يشارك في جميع الفئات بإذن الله. منتخب راح يكون مميز، راح يكونوا في معسكر في إمارة الفجيرة قبل البطولة بفترة. وإن شاء الله راح أعطيكم التفاصيل أكثر عليها أخوي زويد مدرب المنتخب ومديره إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. خبرنا عن أبرز نقاط القوة في ملف استضافة بطولة العالم لكمال الأجسام في الفجيرة. عفوا. أبرز نقاط القوة في ملف استضافة بطولة العالم لكمال الأجسام في الفجيرة، نقاط القوة. شوفي احنا بطولة العالم صدقناها بناء على تاريخ كان لبطولة اسمها بطولة الفجيرة. نعم. بطولة الفجيرة أقيمت في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات 18 سنة متواصلة، كان من خلالها صدفنا أربع بطولات مميزة، كانت بطولتين عرب للدول العربية، وكان عندنا بطولتين دايموند كاب. دايموند كاب هي بطولة رسمية للاتحاد الدولي بس ما تمثل المنتخبات، تمثل أفراد. فطبعا خلال الفتره هذه كان يجي الاتحاد الدولي لجنه التحكيم ونائب رئيس الاتحاد الدولي كان يجي في فتره البطولات، وطبعا شافوا الامكانيات الموجوده عندنا والتجهيزات اللي راح تصير. نعم. طبعا مجمع زايد الرياضي كان يعني ادفانتج كبير لنا في ملفنا. دوله الامارات بشكل عام غنيه عن التعريف يعني ما شاء الله عليها، يعني نتكلم بصراحه دخول الناس بسهوله، التاشيرات تم الترتيب مع مطارات دبي، استقبال الوفود بطريقه مميزه. دائما الامارات تتميز باستضافه الوفود وتسهيل حركتهم وامورهم يعني، وهذا الشيء اللي اعطانا صراحه ادفانتج قوي. صحيح. عندنا زي ما تفضلوا الاخوه قبل انه فعلا عندنا 200 جنسيه موجوده من مختلف الثقافات، احنا في عام تسامح فعلا. والحمد لله رب العالمين، يعني الجميع بيعيش ضمن قانون واحد فعلا. دوله واحده مظله واحده والمساواه موجوده الحمد لله. الحمد لله. حتى لو نتكلم عن حديث عن النطاق الرياضي، امانه في الفتره الاخيره في اهتمام كبير ودعم كبير من سيدي ولي العهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي كما ذكرت، وحتى وجود الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف يعني بالقرب من هذه الرياضة يكون دعم كبير. يعني في الفترة الأخيرة لو نرجع مع وجود مجمع زايد الرياضي أكثر من بطولة عالمية ومحلية تواجدت في الفجيرة وصارت يعني قبلة لكل الرياضيين اللي من مختلف الرياضات، من كمال الأجسام إلى الملاكمة إلى الرياضات الثانية، فعلا صارت قبلة للرياضيين إمارة الفجيرة. صحيح، الفجيرة تميزت في الألعاب الفردية في الفترة الأخيرة وكانت بسبب دعم سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي. طبعا تميزنا في استضافة بطولة العالم للتيكواندو السنة الماضية، الشباب في نادي الفجيرة الفنون القتالية
كمان السنة طبعا احنا في شهر 10 شهر مميز على فكرة في البطولات الفردية في إمارة الفجيرة، عندنا ثلاث بطولات مميزة، عندنا بطولة الجيجيتسو، بطولة الفجيرة الجيجيتسو طبعا شمال كثير لاعبين من حال العالم، وراح بعديها مباشرة راح تدخل بطولة آسيا للملاكمة، وبعد بطولة آسيا راح تدخل بطولة نائب رئيس الدولة، كأس نائب رئيس الدولة للجيجيتسو، وبعديها احنا راح ندخل هذه البطولة العالم. فتلاحظي انت اربع فعاليات ضخمة على مستوى عالمي موجودة في إمارة الفجيرة خلال شهر واحد. نعم. طبعا غير اللي كان في السنوات السابقة والتجهيزات السابقة، فطبعا الدعم مطلوب. نعم. توجيهات موجودة، المتابعة حديثة من جميع الشيوخ، سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي الدعم مفتوح دائما وعلى متابعة حديثة معنا، وطبعا الامكانيات جميع الامكانيات الحركة الرياضة الاول في إمارة الفجيرة. نعم صحيح. الشيخ صالح وكان لنا لقاء معه من يومين واعطانا تعليمات بصراحه انه نبغى جميع الضيوف يكونوا موجودين في بلدهم. نعم. ما يعني عدم التقصير مع اي جهه مع اي جماعه مع اي بغض النظر عن الجنسيه او بغض النظر عن اي شيء يعني. ف طبعا سمو الشيخ صالح طبعا هو الراعي الرئيسي للرياضه في إمارة الفجيرة. نعم. والحمد لله رب العالمين. اساسا هي اساسا المنظم لبطوله العالم لبناء الاجسام هي دائره الصناعه والاتصال، هو رئيس سمو الشيخ صالح. نعم. وهو راعي الحركه الرياضه الاول في الفجيره، تسال اي واحد راح يكلمك عن الرياضه الحمد لله. صحيح. فعشان كذا قلت قبله للرياضيين. صح. شكرا لك الاستاذ خليل معروف مدير عام بطوله العالم لكمال الاجسام في الفجيره، وفاركم التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا. يعطيك العافيه. نورت استاذ خليل. نروح وياكم لهذا الخبر. وقعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة اتفاقية مع ثلاثة مراكز لخدمات رجال الأعمال في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة صباح أمس الاثنين. بنعرف تفاصيل أكثر وياكم في هذا التقرير. غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إلى تقديم أفضل الخدمات إلى منتسبيها والأعضاء المنتسبين إلى الغرفة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات. اليوم سوف يتم توقيع ثلاث اتفاقيات مع مكاتب تسهيل. هدفنا من توقيع هذه الاتفاقية توفير الخدمة في كل الأوقات، خاصة من يوم السبت إلى الخميس والفترات المسائية. هناك العديد من التجار والعديد من أصحاب الأعمال ليس لديهم الوقت الكافي في الفترة الصباحية، وفكرنا أن يكون هناك خدمات أخرى تقدم في الفترة المسائية عن طريق مكاتب التسهيل. الاتفاقية طبعا راح تحتوي على تدريب موظفين مكاتب التسهيل لدى الغرفة لفترة، بعد الانتهاء من فترة التدريب سوف يباشروا أعمالهم في مكاتب التسهيل خلال الفترة القادمة إن شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام. طبعا العملية الانتخابية والعرس الانتخابي اللي تشهده دولة الإمارات بدأ الانتخاب المبكر اليوم لمدة 3 أيام، والنهاية راح يكون يوم السبت إن شاء الله. اليوم مروة كل المقرات قاعد نتابع في السوشيال ميديا أمانة، كل المقرات المواطنين كبار المواطنين. نعم. وحتى أصحاب الهمم شفناهم متواجدين. فعلا. الكبير كان قبل الصغير، وأنا أيضا التصويت الإلكتروني أكيد ساعد في التصويت بشكل أسرع أكيد للجميع. فعلا الحين بنعرف عن ملف الانتخابي الخاص بأستاذة هدى الدهماني مرشحة لعضوية المجلس الوطني للاتحاد 2019 عن إمارة رأس الخيمة، والرقم الانتخابي 889. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة. حياكم الله. في البداية أحب أشكركم على استضافتي في هذا البرنامج الرائع وفي هذا المساء الذي ضم مساء أول يوم للعرس الانتخابي بداية التصويت المبكر كما حضرتك نوات. وإن شاء الله بإذن الله الله يكل يعني أتمنى التوفيق والنجاح للجميع بإذن الله، وكلنا هنا لخدمة وطننا الغالي. فعلا نورتينا. لو نتكلم عن رؤيتك لرفع مستوى الرفاهية للمواطن وأسعاده. رفاهية المواطن وأسعاده هي أولوية القصوى، وتتحقق رفاهيته من خلال إحساسه بالاستقرار المادي والسكني والوظيفي والحد من الغلاء الأسعار والغلاء المعيشي. هذا يحقق رفاهية للمواطن إذا حس بهذا الاستقرار، إذن هنا تتحقق رفاهيته.
لأن أغلب سبحان الله الناس حاليا يعانون من وطأة الدين بسبب غلاء الأسعار، فالتاجر لا يفرق بين الفقير والغني، هو محتاج أن يحصل على عائده أو أرباحه. إذا هنا لما نحقق مثلا ندعم السلع الأولية، المواد السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن، إذا هنا إحنا راح نخفض عليه في الأسعار، راح يحصلها بأسعار مخفضة وميسرة، خاصة فئة اللي هم أصحاب الدخل المحدود المتقاعدين. هذه الفئة دائما يعني وكبار المواطنين هم محتاجين لدعم خاص وأولوية خاصة، اهتمام خاص حتى يحظون بحياة كريمة. نعم، هل يحتاج النظام التعليمي لتطوير برايك؟ كل نظام موجود يحتاج إلى تطوير وتحسين حتى نعمل على إلى التقدم أو نتطور، لابد من مراجعة هذا النظام وتحسينه. فبالفعل يحتاج النظام التعليمي إلى تحسين، وكذلك من خلال الاستفادة بالخبرات والكفاءات الوطنية الموجودة، المؤهلات الوطنية في وضع الخطط والاستراتيجيات التعليمية بما يخدم صالح الوطن والمواطن. كذلك طبعا التعليم هو أساس بناء أي أمة، التعليم فالثروة الحقيقية هو بناء الإنسان من خلال التعليم، فلا بد أن يكون هناك استراتيجيات يعني تضمن حقوق المواطن في التعليم، حقوق سواء كان هذا متعلم أو معلم. نعم. احنا لابد أن يعني نشجع على انجذاب الكفاءات المواطنة وانخراطهم في سلك التعليم. احنا نعاني ان نقص خاصة المواطنين الذكور ينفرون، فنحن نحاول يعني المحاولة او السعي بوضع المبادرات حتى نجذبهم من خلال الاهتمام بالحوافز والترقيات وهذه الامور حتى تساعد على تشجيع التعليم. وهناك امور كثيرة، اذا كل نظام يحتاج الى تعليم، إذا عفوا إلى تطوير. نعم صحيح فعلا. اليوم حتى أمانة لو نتكلم على التعليم أستاذة على مستوى دولة الإمارات نشوفه متقدم على نظراء في دول الخليج أو حتى على مستوى الوطن العربي. ليش؟ لأن التعليم عندنا يعني مناهجة متطورة تواكب التحدث أو اللي موجود فيه العالم. صحيح. للأسف في بعض أولياء الأمور ممكن يقولون ليش المناهج تتغير، لأن اليوم العالم قاعد يتغير، اليوم المناهج اللي نحن درسناها ولو الأولاد درسوها ما راح يفهمون العالم ولا راح يفهمون التقدم ولا التطور الموجود في العالم. الجيل اللي طالع جيل ذكي جدا. جد صحيح فعلا. لكن بعد في هناك أشياء تحتاج إلى تطوير، لو يتم إشراك ولي الأمر من خلال تمثيله وتمثيلهم في مجلس أولياء الأمور، إشراكهم في وضع الخطط، في مثلا طرح الاستبانات والأخذ بها بالعمل برأيهم، لأنه هو الدور الأكبر، ولي الأمر مطلع بشكل شامل على ماذا يحدث في التعليم وكيف يتعلم أبنائه وهو أدرى، فعندهم مقترحات، عندهم أمور إحنا ممكن نستفيد من خبراتهم ونستفيد من آرائهم في تطوير التعليم في دولتنا. فعلا جهود كبيرة تقوم في وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم. ما مقصرة بصراحة، أنا أقول لك أنا من يعني أنا من سلك الحين في سلك التربية والتعليم 21 سنة ما شاء الله، وبالفعل خدمت في عضوة في لجنة تأليف المناهج الدراسات الاجتماعية، مدربة في وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم ما شاء الله سعت بشكل كبير إلى تطوير المهني للمعلمين للكوادر بشكل كبير، وهناك قفزات لها ما شاء الله هائلة، ولكن في أشياء لابد من الوقوف عليها وإعادة النظر فيها. صحيح. خبرينا أكثر عن كيفية معالجة التركيبة السكانية. طبعا احنا تعرف يعني معالجة التركيبة السكانية أمر ضروري، لأن هذا يعني معضلة تحتاج إلى حل كبير، حتى يتم التوازن بين المزيج السكاني بين المواطنين والوافدين، بما يجعلنا نتمسك بالهوية الوطنية ومجتمع إماراتي متلاحم. لذلك لابد من وضع الحلول التي مثلا زيادة الرواتب علاوة الأبناء الشهرية، مما يؤدي على تشجيع المواطنين على زيادة النسل والمواليد. نعم. هذا ممكن. هناك بعض الحلول المقترحات بالفعل لابد من الأخذ بها للنظر في التركيبة السكانية. نعم. تحدثت عن نظام الترقيات والتقاعد في الوزارات الاتحادية. نعم. أيضا نظام الترقيات والتقاعد يحتاج إلى بعض الوقفات وبعض التطوير والتحسين وبعض المبادرات التي تجعله يتلائم مع مواطني دولة الإمارات، خاصة بالنسبة للمتقاعدين.
لماذا لا يتم النظر في حالة المتقاعدين بحيث أن يتساوى راتب المتقاعدين قبل الزيادة مع راتب المتقاعدين حاليا، بحيث أن نرفع من مستوى رواتب المتقاعدين حتى يستطيعون التكيف مع الغلاء المعيشي الحاصل والمتغيرات الاقتصادية الحاصلة. لماذا لا يتم دعم أبناء المواطنين اللي هو المتقاعدين أو الدخل المحدود اللي هم الدارسين في الجامعات؟ لو يتم تعيين لهم مثلا مكافأة مالية شهرية لهذا الطالب مدة تقريبا 2000 درهم شهريا، هذا يساعد على تخفيف العبء على رب الأسرة. أيضا بالنسبة للترقيات، هناك العديد أو الكثير من المواطنين التي مرت عليهم تقريبا أكثر من 10 سنوات حتى الآن لم يحصلوا على ترقية، فلماذا لا يتم تخصيص أو وضع خطة لفترة زمنية معينة من خلالها يترقى هذا الموظف يحصل على ترقيته إذا يستحقها حسب كفاءته؟ طبعا احنا حين نعمل على نظام الأداء، تقييم الأداء، ولكن هناك بعض الأمور يجب أن وقفات يجب أن يعني نأخذ عليها ونضع بصمة ونغير فيها ونطور. مقترحاتك لتقدير دور كبار المواطنين؟ كبار المواطنين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، هم بناة هذا الوطن، هم أساس هذا الوطن وعماده. كبار المواطنين لو نستثمرهم واستخدامهم كمستشارين في العمل للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم، فهذا بيكون وايد يعني لصالح الدولة ولصالحنا. يعني صح احنا ما شاء الله الكفاءات الشابة ونشجع على الشباب ونشجع على توطينه، ولكن نحن نحتاج إلى خبرات كبار المواطنين واستثمارها. أيضا كبار المواطنين محتاجين إلى رعاية وإلى دعم من قبل سواء في النظام في الناحية الصحية سواء في الدخل. هناك بعد لابد أن تكون اهتمامات فيهم أكثر. جميل. ممكن نتكلم كيف ممكن يتم تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟ تنظيم التواصل الاجتماعي طبعا تعرفون أن هذا أكبر وسيلة مؤثرة ولها قوة هائلة على التغيير والتطوير في أي دولة. تنظيم الوسائل ممكن عن طريق وضع آليات وسن قوانين وتشريعات بحيث تنظم عمل استخدام الوسائل التواصل الاجتماعي، بحيث ما يكون استخدام سلبي، من خلال وضع أندية أو وحدات مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي. فعلا هذا اللي نحتاجه اليوم، ممكن نشوف بعض هذا الزخم في استخدام الوسائل التواصل بطريقة فعلا. يعني فعلا سادة هدى وزميلتي مروة، نشوف بعض الناس يهدمون العادات والتقاليد، يهدمون يعني يقولون يعطون صورة سيئة للمجتمع الإماراتي للعالم الخارجي. هذا للأسف اللي احنا بالفعل يؤلمنا، يعني هذا الشيء لابد أن يكون هناك تقنين، لابد أن تكون تشريعات، لابد مثلا أن تتفق هيئات الاتصالات في الدولة بوضع قوانين معينة فيما يعني تجزم وتحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة عشوائية بهالطريقة. صحيح. أستاذة هدى، خبرينا عن أهم الأفكار لديك لتوسيع مظلة التأمين الصحي للمواطن. الضمان الصحي والتأمين الصحي هو الكفيل لتوفير حياة كريمة ورعاية، وكفيل بأن يجعل المواطن قادر على مواجهة كافة التحديات. فلحنا لو وحدنا التأمين الصحي بحيث يشمل كافة الدولة بنفس البطاقة بنفس الأهمية، هذا أفضل. يعني الحين بعض الأسر طبعا يبحثون يعانون من البحث عن مستشفيات يعني كبيرة متخصصة، قد تكون أسعارها مرتفعة لا يستطيعون الحصول على الخدمات الطبية. ولكن لو أمننا لهذا المواطن يعني بلا ما يضطر أنه يروح لمستشفى أسعار أقل، قد تكون رعايته أقل، إذن هو يخسر. صحيح. فإحنا لما نوفر له تأمين أو الدولة توفر له تأمين صحي لكافة المواطنين على مستوى الدولة، إذن بهالطريقة إحنا كفلنا له الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجها والمثلى أيضا. والمثلى فعلا. اليوم طبعا كان الناخبين كلهم كانوا موجودين في مقر الانتخاب. كيف كان اليوم وكيف كانت الأجواء هناك في أول يوم بما أنك كنت في مقر الانتخاب؟ الحمد لله الأجواء مثل ما قلت لك كان عبارة عن عرس جميل جدا. خضنا اليوم وشفنا التلاحم الوطني، لاحظنا تحس أن الإنسان الإماراتي أصبح أكثر وعي وإدراكا لأهمية إشراكه في هذا العرس الانتخابي، أهمية إدلاء بصوته كثقة وطن، كأمانة وطن، كمهمة وطنية يؤديها. ما شاء الله كان شيء جميل
رائع نفخر به نحن في دولة الإمارات لهذه التجربة البرلمانية الرائعة بصراحة. الحمد لله. خبرينا أستاذة هدى عن رؤيتك من رفع زيادة الاستقرار السكني للمواطنين. بالفعل الاستقرار السكني المادي مثل ما قلت لك هو أمن وأمان، صمام وأمن للمواطن. نعم. إذا إحنا دعمنا قدمنا الدولة قدمت الدعم مثلا السكني للمواطن فهو سيستقر. إذا قدمت قللت مثلا دعمنا المواد الأولية للبناء دعمت الدولة بأسعار رمزية دعمت، إذا هو سيحصل عليها بأسعار رمزية. قللت من فرصة الفترة الزمنية للحصول على المنح السكنية، هذا سيؤدي إلى أيضا أن المواطن يحصل على السكن بسكنة بوقت أقصر، يستطيع توفير مواد الأولية للبناء. أيضا بالنسبة لخدمات توصيل رسوم توصيل الكهرباء والماء في السكن أيضا محتاج إذا كان في دعم لهذه الخدمات لتوصيل أيضا راح يخفف من أعباء أو تكاليف الحصول على سكن للمواطن. وهذا طبعا تعرفون السكن هو الأمن، هو الاستقرار، هو الراحة النفسية. فطبعا يعني اهم شيء توفير هذا الشيء للمواطن. نعم. فعلا نتمنى لك التوفيق استاذه هدى الدهماني مرشحه لعضويه المجلس الوطني للاتحاد 2019 على اماره راس الخيمه، فالك التوفيق ان شاء الله. مره ثانيه 889 كان في بروشور احنا لو كنت ترفعينه على هذا بس فاتنا اللي موجود هنا. طبعا وصلنا اليوم لنهايه الحلقه مروه، نورتينا الأستاذة أكيد هدى، لكن نقدر ممكن ترفعين البروشور هذا اللي موجود يعني ما يضر، اللي هو صوتك يحقق أهدافك. صوت للكفاءة. ثمانية ثمانية تسعة. صوتك يحقق أهدافك. صوت للكفاءة. ثمانية ثمانية تسعة. إن شاء الله كفالك التوفيق إن شاء الله. فالك الجنة إن شاء الله. طبعا وصلنا نهاية حلقتنا، من عندي أنا تصبحون على خير وسعادة. ومن عندي أيضا أنا تصبحون على ألف خير مشاهدينا، وإن شاء الله تريونا باكر في نفس الموعد في أمان الله.